تم اليوم بمقر وزارة شؤون الشباب والرياضة توقيع على اتفاقية اعتماد موقع tunisitiquet.an التابع للبريد التونسي كموقع رسمي لتأمين عمليات بيع تذاكر مباريات كرة القدم عبر الانترنت. وحضر حفل التوقيع كل من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مجدولين شيرني ومعز شقشوق الرئيس المدير العام للبريد التونسي. وسيوفر بيع التذاكر عبر الانترنت خدمة هامة للجماهير الرياضية للحد من ظاهرة السوق السوداء. كنا نعرفوا السوق السوداء اليوم في بيع التذاكر، نعرفوا زادة يعني الجهد اللي تبذل وزارة الداخلية لتأمين عملية بيع التذاكر، كانوا قاعدين يتنقلوا من أقصى الشمال ومن أقصى الجنوب، ساعات غيركم باش يجيو لنا نقطة بيع ولا نقطة بيع باش يشريوا التذاكر، هذا غير معقول اليوم. اليوم احنا بالاتفاقية هذه قاعدين نأكدوا على ضرورة الساعة تفعيل اللامركزية. مش من مهمنا احنا باش نحددوا عدد باش نبيعوه، احنا الجامعة ولا الجمعية اللي يحددوا العدد هذا، واحنا نقوموا بتوزيعه حسب الاتفاقية اللي مضيناها، وإن شاء الله نسهلوا عملية الدخول للستاد كي تولي كاريمون لو تيكي إلكترونيك 100% إلكترونيك.